خبز لمريض السكر الكيتو دايت خالي من الجلوتين، لوز 100 جرام لوز ني، خل ملعقة كبيرة، ماء 2 ملعقة كبيرة، ملح حسب الذوق، بيكربونات الصودا ملعقة صغيرة وبيضة واحدة. توابل هي اختياري، أنا وضعت ثوم بودرة. إذا كان في دقيق اللوز ما بنحتاج إلى خلاط. نبشر 200 جرام جبنة، يفضل يكون مزوريلا. نستخدم الطاسة أو بالمقرب بنصيحهم مثل هيك. نوضع المكونات كلهم مع بعض وبنعجنهم جيد حتى ينسجموا مع بعض. نوضع ورق الزبدة، وعلى ورق الزبدة نستخدم أي قالب متاعنا أو كوب أو أي شيء متاعنا بالمطبخ. نحمل فرن مسبقا 15 دقيقة بالرف الأوسط. كثير هو روعة. في أكثر من 500 وصفة صحية. إذا أنتم معنيين بالغذاء الصحي اشتركوا حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.